بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلاب الأعزاء، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student first year of medical education, lecture human anatomy, module and introductions to the normal human body, title cartilaginous joint. Joints. Definition of the joints. The joint is site of meeting between two or more bones. تعريف الجوينت هو التقاء بين عظمتين أو أكثر. ده التعريف بتاع الجوينت. Joint are classified by two way. بنعمل تقسيمة للجوينت بطريقتين. Structural classifications and functional classifications. عن طريق تركيبة الجوينت في تقسيمة، وتقسيمة تانية عن طريقة الوظيفة بتاعت الجوينت. ادي الجوينت زي ما احنا شايفين، structural classifications of the joint اهي، ودي تلات انواع من الجوينت according to structures. والstructures بتاع الجوينت يعني المادة اللي بين العظمتين وبعضيهم according to this materials بنقسم الجوينت. وهذه الماتيريال يا اما تكون فايبرس جوينت زي ما احنا شايفين، ادي عظمه وادي عظمه واللي بيناتهم فايبرس جوينت، فايبرس تيشو، فبنسميها فايبرس جوينت. يا اما ادي بون وادي بون، تو بونز اور مور بونز، والستراكشرز اللي بيناتهم كارتليج، في الحاله دي بنسميها كارتليجينس جوينت. النوع الثالث اللي هو الساينوفيال جوينت، وفي الحاله دي ادي بون وادي بون ثانيه، واللقاء بيناتهم في كافيتي وفي ساينوفيال فلويد، في سائل زلالي، في سائل هلامي موجود بين العظمتين، وده الكافيتي ده بنسميه ساينوفيال جوينت على حسب نوع السائل الموجود اسمه ساينوفيال فلويد. يبقى استراكشر كلاسيفيكيشن ثلاث انواع: فايبرس جوينت، كارتليجينس جوينت، ساينوفيال جوينت. فانكشنال كلاسيفيكيشنز اوف ذا جوينت على حسب الوظيفة الحركة بتاعت الجوينت بنقسمهم. يا إما في نوع منهم اسمه سان أرسيروزس. سان أرسيروزس يعني أرسيروزس يعني مفصل. سان أرسيروزس ودون في الحالة دي اللي هو بنسميه اللي هو عبارة عن الفايبرس جوينت. برضك هو نفس الفايبرس جوينت والحركة بتاعته ما بتكونش موجودة. ما فيش موبيليتي. السان أرسيروزس ده there is no mobility. اللي هو الفايبرس جوينت. تاني حاجة نوع منه أنفي أرسيروزيس، ودون في degree of movement slightly movement، في حركة بسيطة خالص، فانكشن بيأدي وظيفة حركة بسيطة خالص. النوع الثالث اسمه دايا أرسيروزيس، والدايا أرسيروز ده اللي هو عبارة عن الساينوفيال جوينت وفي high ring of movement، في حركة كتير. يبقى فانكشنلي ثلاث أنواع: سان أرسيروزيس، أنفي أرسيروزيس، داي أرسيروزيس، على حسب حركة المفصل. تاني نوع من الكارتليج، تاني نوع من الجوينت من الارتكوليشنز اسمه كارتليجينس جوينت. والكارتليجينس جوينت فيه درجة من الحركة، فيه درجة من الحركة. يبقى الكارتليجينس جوينت دي السايت ادي بون وادي بون تانية، واللاين اللي بيناتهم او المفصل اللي بيناتهم بيكون فيه كارتليج. يبقى من وظائفه من كاركترز بتاعته ذا لاين بتوين او ذا سبيس بتوين ذا تو بونز ار كارتليجينس. والكارتليجينس جوينت بتنقسم الى تو ديفيجن. البرايمري كارتليجينس جوينت بيكون الكارتليج دون هايلاين كارتليج. طيب ولو سكندري كارتليجينس جوينت، وده بيكون الكارتليج ده فايبرو كارتليجينس، فايبرو كارتليج. يبقى في نوعين من الكارتليجينس جوينت: برايمري او سكندري. برايمري يبقى هايلاين كارتليج، سكندري يبقى فايبرو كارتليج اللي هو الاستراكشرز بتوين ذا تو بون. فايبرو كارتليج في السكندري، هايلاين كارتليج في البرايمري كارتليجينس جوينت. لكن ناخدهم تاني في سب ديفيجن تانيه. البرايمري كارتليجينس جوينت بتنقسم لاثنين، لنوعين: يا تيمبوري يعني مؤقت بيكون موجود لفتره مؤقته، يا بيرمننت. بيرمننت يعني مستديم، يعني بدنه مستديم، ما بيتحولش، ما بتعظمش. يبقى دي البرايمري كارتليجينس جوينت نوعين: تيمبوري اند ايه بيرمننت. طيب والسكندري كارتليجينس جوينت نوعين برضك كمان. نوع منهم اسمه سيمفيسيس، سيمفيسيس التقاء بين عظمتين، ونوع تاني اسمه انتر فيرتيبرال ديسك، انتر فيرتيبرال ديسك. يبقى دول انواع الديفيجن بتاع الكارتليجينس جوينت. ناخد واحد واحد ونتكلم عليه.
ادي اول واحد فيهم البرايمري كارتليجينس جوينت اللي هو برايمري كارتليجينس، هناخد منه الاولاني اللي هو تيمبراري الشيء الموجود وبعد فتره بيتحول تاني يبقى كالسيفاي. وده المثال بتاعه ايه؟ ادي الهيومرس اللي احنا شايفينها، خدنا الهيومرس، ادي السكيلتون اوف ذا بودي، وادي الهيومرس، خدنا الهيومرس الابر اند اوف ذا هيومرس، ادي الهيد وادي الشافت. بينهم وبين بعض في حاجه اسمها ايبيفيزيال كارتليج او ايبيفيزيال بليد، وده عباره عن هيلاين كارتليج يعني برايمري كارتليجنس جوينت. وتاني حاجه اتزب يوبرتري بيتحول لهيلاين كارتليج دون لاوسيفيكيشنز، يتحول لكالسيوم ويبقى يختفي، عشان كده بنسميه تيمبوري برايمري كارتليجنس جوينت، يعني بيتحول لعظم بعد كده عند اكتمال نمو البونز. يبقى اول واحد منهم اللي هو تيمبرالي برايمري كارتليجنس جوينت اسمه ايبيفيزيال ابليت الاكزامبل بتاعه. بعد كده في بيرمننت برايمري كارتليجنس جوينت، ده ما بيتحولش بيدنه زي ما هو كارتليج مدى الحياه بتاعت الانسان. هناخد مثال ليه اهو، الفيرست استرنو كوستال جوينت، ادي الفيرست ارتكيوليشن، ادي الفيرست تريب بيتمفصل مع المانوبريم استرناي، ادي الفيرست تريب الضلع الاولاني بيتحد مع المانوبريم استرناي اهو بجوين. النوع ده اسمه برايمري كارتليجنس جوينت، في الحاله دي بيرمننت، بيرمننت يعني مستديم، يعني باستمرار بدنه موجود ما بيتحولش لعظام. اما باقي الجوينت اللي مع الاسترنم دي فهي بلين ساينوفيال جوينت، ساينوفيال دي كلتها ساينوفيال جوينت. اما الفيرست استرنو كوستال articulations استرنو كوستال articulation اللي هو الفيرست تريب دون مع الاسترنم ده بيكون برايمري بيرمننت كارتيليجينس جوينت. تاني نوع اسمه ساكفس في الديفيجن بتاع الكارتيليجينس جوينت سكندري كارتيليجينس جوينت. والسكندري كارتيليجينس جوينت له كاركترز معينه، في درجه من الحركه، ايوه في بيرمننت، في ديجري سلايتلي ديجري اوف موفمنت، وممكن تتحد مع مجموعه من الجوينت تديني ايه كومبلكس موفمنت. لكن الميزه بتاعه السكندري كارتليجنس جوينت عاده بيكون في الميدل لاين اوف ذا بودي. ناخد اكزامبل ليه، ادي السيمفيس منتاي، ادي المانديبول بينقسم لنصين، التقاء البودي بتاع المانديبولز مع بعضه والتحام مع بعضه بنسميه سيمفيس منتاي، سيمفيس منتاي. تاني حاجه الارتكيوليشنز بتاعت مين، الاسترنم مع بعضيها، ادي الاسترنم اهي عظمه القص اللي هي الاماميه في الصدر ديا، ودي لها اجزاء البودي والمانوبريوم والزيفود بروسيس بيتمفصلوا مع بعض وبيديني ارتكيوليشن سكندري كارتليجنس جوينت. ثالث حاجه من ضمن الحاجات ادي هنا هنلقى الانترفيرتيبرال ديسك، ده سكندري كارتليجنس جوينت. كمان البيوبك سيمفيسيس التقاء البيوبس، العظمه دي اسمها بيوبس ودي اسمها بيوبس، بيلتقوا مع بعض من عظام الحوض، بيلتقوا مع بعض بجوينت اسمه بيوبك سيمفيسيس، وده بيسمح بحركه بسيطه في الفيميل في اثناء الدليفري في الشهر الاخير من الحمل. يبقى دي اماكن وتواجد السكندري كارتليجنس جوينت، ناخدهم واحد اوضح اهو. اول حاجه سيمفيس منتاي اللي احنا شايفينه، ادي المانديبول، ادي جزء البودي في ذا مانديبول، وادي الجزء الثاني من المانديبول الفك السفلي بيلتقي مع بعضه هنا بجوينت secondary cartilaginous joint اسمه symphysis mentae. تاني واحد ادي دي عظام الحوض اهي الهيب جوينت على البوس سايد رايت اند ليفت، بيلتقي البيوبس اللي هو عباره عن جزء من الهيب بون بيلتقوا مع بعض، البودي اوف ذا بيوبس بيلتقي مع بعضه بحاجه اسمها symphysis بيوبس، ده جوينت secondary cartilaginous joint بيتحرك slightly في movement في terminal stage of the pregnancy في أثناء الولادة أو قبل الولادة بأشهر بأيام بسيطة، بيعمل separation يدي مساحة أكبر للبلفس عشان الهيد اوف ذا بي بتعدي. ثالث حاجة ثالث اكزامبل أهو دي الاسترنم، أدي المانوبريوم استرناي، وأدي البودي، وأدي الزيفود بروسيس. المفصل اللي بين البودي والمانوبريوم والمفصل اللي بين البودي والزيفود بروسيس ده بنسميه secondary cartilaginous joint. غير كده كمان الانترفيرتيبرال ديسك اللي احنا شايفينه، ادي الفقرات اهي بينها وبين بعض غضروف هنا في المكان ده بنسميه انترفيرتيبرال ديسك، اللي احنا شايفينه ده عباره عن سكندري كارتيليجينس جوينت. انترفيرتيبرال ديسك، ذا انترفيرتيبرال ديسك ات از ذا ديسك سيتويتنج بتوين ذا تو ادجاسنت فيرتيبري. يبقى الانترفيرتيبرال ديسك هو غضروف موجود بين الفقرات بتاعت العمود الفقري زي ما احنا شايفين في الصورة واضح خالص. This is the intervertebral disc, this is the vertebrae.
The intervertebral disc is one of the cartilaginous joint. الفرايتس بتاعته secondary cartilaginous joint. يبقى الانترفيرتيبرال ديسك اول حاجة عايز اعرفها عنه اللي هو secondary cartilaginous joint. موجود فين؟ between the two adjacent vertebrae of the vertebral column زي ما احنا شايفين كده. بيسمح لي بليتل ديجري اوف موفمنت عشان يحرك لي الفيرتيبرال كولم في اثناء اللاترال فليكشنز واثناء الاكستنشنز والفليكشنز اوف ذا فيرتيبرال كولم. تاني حاجه بعد كده وظيفه الانتر فيرتيبرال ديسك ده بيعمل لي ايه؟ الوظيفه بتاع هولدنج ذا تو ادجسنت فيرتيبري تو اتش اذرز، بيمسكهم في بعضيه وبيمسك كل اتنين فيرتيبري مع بعضيه. تاني حاجة من الوظيفة بتاعته absorption of shock to the spine. لو واحد بيتحرك والصدمات بتأثر على العمود الفقري ده بيعمل لي absorption of shock to the spine، ودي مهمة قوية جدا. بعد كده ال intervertebral disc، لو خدنا ال intervertebral disc isolated لوحديه عشان نشوفه ونشوف ال structures بتاعته. This is the vertebrae. This is the intervertebral disc over the vertebrae. From the superior view of the vertebrae. This is the spinal cord. This is the spinal nerve. This is the vertebral arch. This is the intervertebral disc. The intervertebral disc is formed by two structures. The peripheral part is formed by the annulus fibrosus, ring of fibrous tissue. A strong ring of fibrous tissue is called annulus fibrosus. The central part is formed by gelatinous part, what is called nucleus bulbosus. This is the nucleus bulbosus. وصلنا لل questions models for examinations. The first questions in MCQ. The intervertebral disc is one of the following articulations: fibrous joint, hinge synovial joint, plain synovial joint, primary cartilaginous joint, secondary cartilaginous joint. طبعا بنختار الإجابة الأخيرة دي هي الصح. سؤال تاني MCQ. The first sternocostal joint is one of the following articulations: fibrous joint, hinge synovial, plain synovial, primary cartilaginous, secondary cartilaginous. طبعا بنختار الأوبشنز اللي هو بتاع نمبر D لأن هو primary permanent primary cartilaginous joint. Other questions, easy questions. Give an account in the intervertebral disc. بنكتب الخمس جمل اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. Practical questions. Regarding to the joint, identify the pointed structures and dimensions its varieties. ادي البوينتد ستراكشر نبص عليه نشوفه كده. ده هو الارتكيوليشنز بتوين ذا فيرست ريب اند مانوبرا مسترناي، ودو النوع بتاعه ايه؟ كارتيليجينس جوينت. بس انهي فرايتس موجود؟ اللي هو برايمري بيرمننت كارتيليجينس جوينت. برايمري بيرمننت كارتيليجينس جوينت. كلينيكال سيجنيفيكانت، وات از ذا كلينيكال سيجنيفيكانت بالمحاضره دي؟ ايه الاهميه الكلينيكيه اللي احنا بناخدها منها؟ اللي احنا زي ما احنا شايفين اهو قدام مننا على طول، ادي الفيرتيبرال كولم وادي الانتر فيرتيبرال ديسك، والانتر فيرتيبرال ديسك حصل له هرنييشنز. هرنييشنز لما ناخدها بالسيبير فيو نشوفها، ادي الانيولاس فايبروزس وادي النيوكليوس بالبوزس، عملت كومبريشنز على الانيولاس فايبروزس وعملت هرنييشنز يعني جحوظ وبروز للخارج. هذا البروجكشنز اللي حاصل من الديسك بيعمل لي كومبريشنز على مين؟ على السباينال نيرف. ادي السباينال كورد وادي السباينال نيرف، ده بيعمل لي كومبريشنز عليه، فيضغط على العصب دون يعمل لي الم شديد في منطقه الابر ليمب او في منطقه اللور ليمب. لو كان في اللامبو ساكرا ريجن، في اللامبو ساكرا ريجن يعمل لي سياتيكا اللي هو عرق النساء، اللي هو الم في منطقه اللور ليمب واثر على حركه واحساس اللور ليمب. ولو كان في السيرفايكال ريجون بيأثر لي على البريكيال بليكسس وبأثر لي على النيرفس الموجوده اللي داخل الابر ليم ويعمل لي الم وضمور في العضلات بتاعت الابر ليم. يبقى دي كلينيكال امبورتنت هرنيشنز اوف ذا انتر فيرتيبرال ديسك. ات از ذا ميديكال بروبلم، ميجر ميديكال بروبلمز. السبب بتاعها ايه؟
يا إما واحد شال تقل شديد، التقل الشديد دون على ظهره فيعمل لي الهرنيشن دون، او نط من مكان عالي او مكان مرتفع فيلينج داون وقف على رجليه فيعمل لي نفس المشكله دي، يعمل لي هرنيشن في انترفيرتيبرال ديسك. او كمان لو حصل كمان ان بني ادم شال حاجه على دماغه من فوق في بعض الكره والنجوع، ممكن حد يشيل حاجه على دماغه من فوق، لو في تقل على دماغه من فوق ممكن يعمل لي هرنيشن للسيرفايكال ديسك، وده خصوصا مع الاولد ايج بيكون المشكله دي بتتواجد، اللي هو يقول لك الكومبلين بتاعه اللي هو انتر فيرتيبرال ديسك او الغضروف المشهوره بعمليات الغضروف، والعلاج بتاعه سيرجيكال تريتمنت. ثانك يو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.